الجمال مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال، نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا. نصوم نقوم. نعم أجمل حتى نكمل ما تكلمنا عنه عن الفوز الحقيقي ونعيش هذه الأجواء التي تساعدنا للاقتراب من هذا الفوز. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، نكمل الفوز الحقيقي الذي توقفنا عنده في الحلقة الماضية، وكنا نتكلم عن كيف أن الإنسان فعلا يعيش هذه اللحظات الجميلة ويتأمل الجزاء حتى يبادر إلى طاعة الله عز وجل. يا أبو حسين، الإنسان وهو مسافر مثلا إلى مكان سياحي وشوف مناظر طبيعية عن يمين وعن يسار، وهو رايح وعارف أنه هذه الفترة الإجازة هذه القصيرة راح يقضيها في استجمام وفي مكان سياحي ومكان طبيعته جميلة، بيشعر بشيء من الراحة النفسية لأنه عارف أنه رايح للطبيعة والجمال ولا رايح للاستجمام. فما بالك بأهل الجنة، قد أخذوا كتبهم بأيمانهم وانتهى حسابهم وهم عارفين الآن أنهم رايحين إلى جنات النعيم، كيف حالهم؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الناس رايحة زمر، أنت كمؤمن لازم يكون عندك نفس تواقة، لازم يكون عندك حسن ظن بالله أنك في أول زمرة مع الأنبياء ومع الشهداء ومع الصالحين في الزمرة الأولى، لا تسمح لنفسك تكون في الثانية ولا تسمح لنفسك أنك تكون في المجموعة الثالثة ولا المئة، خلي عندك حسن ظن بالله أنك في الزمرة الأولى في طريقك للجنة. أهل الجنة هم في طريقهم للجنة ترى قاعدين يستمتعون في الطريق، تدري يستمتعون بيه وحسين؟ يستمتعون هم قاعدين يشموا ريحة الجنة، يا سلام، التي تشم مسيرة 100 عام، هم في الطريق كذا قاعدين يشموا الريحة واستمتعوا استمتعوا. احنا في الدنيا الواحد الحين لا راح بستان ولا شيء وشم من طرف سبحان، فما بالك واحد في الطريق وقاعد يشم ريحة الجنة. يقفون عند أبواب الجنة الثمانية، الباب الواحد، وهذه بشارة أزفها لنفسي ولإخواني وأخواتي، الباب الواحد جاء فيه أن ما بين مصراعيه مسيرة 40 سنة. الله، يحتاج الإنسان عشان يقطع مسافة الباب الواحد يمشي 40 سنة ما يوقف دقيقة واحدة. لا إله إلا الله. ويبشرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، عن هذه الأبواب الثمانية: ولا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. الله أكبر. لما أشوف إخواني المسلمين والمسلمات يتزاحمون الآن على القيام وعلى المساجد، يتزاحمون على العمرة وعلى الإنفاق وعلى تفطير الصائمين وعلى الصالحات، قاعدين يتزاحموا، أقول في نفسي اللهم اجعلهم ممن يتزاحمون على أبواب الجنة. اللهم آمين. تخيل معايا أنت الآن داخل مع باب الجنة، أنت من أوائل من أوائل الناس اللي قاعدين يشوفون الآن أشجار الجنة، قصور الجنة، تشوف شجرة ساقها من ذهب، تشوف قصر من قصور الجنة لبنة طوبة من ذهب وطوبة من فضة وملاطها زي ما يقول التليس والإسمنت اللي بينها ملاطها المسك، ترى مو مثل ذهب الدنيا،
ولا مثل فضة الدنيا اسما واسم فقط ولا مثل مسك الدنيا بل ما لا عين رأت هذا للتقريب ها؟ ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يقول وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون المبادرون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لموضع صوت أحدكم في الجنة مو هو الصوت مكان الصوت خير من الدنيا وما فيها والله أكبر ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها اللهم لا تحرمنا هذه المناديل موضع الصوت كيف الصوت زوجتك في الجنة نصيفها على رأسها الخمار ما تقطي به شعرها ورأسها خير من الدنيا وما فيها لو بصقت في بحر من بحور الدنيا لجعلته عذبا سلسبيلا الله أكبر ولو أشرقت على أهل الأرض لحجبت نور الشمس الله يرى مخ ساقها من وراء العظم من شدة بياضها وجمالها والمؤمنة في الجنة أجمل وأكمل وأحلى وأعظم من الحورية في الجنة والأنهار وما أدراك ما الأنهار مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم لنتخذ القرار أعزائي المشاهدين لنقترب أكثر من هذا الفوز الحقيقي الله لفعلا حتى تكون الحياة أجمل وأروع اللهم أحينا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على ملته وأعذنا من مضلات الفتن يا رب العالمين نتوب نذوب استياقا إلى الله في كل آن فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان
نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله، وقلبي لي تبتل صياما دعاء صلاة.